إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تي في أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في هذا البث المباشر من هنا من أمام مسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء أو بالأحرى الشريط الساحلي لمسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء. بحر هائج يعني اليوم 28 من شهر رمضان المبارك، شاهدوا معايا الحركة ديال المد ديال البحر، شاهدوا معايا تحية لخويا حاتم الجائر، أحلى لايك خويا عبد الغاني خديري، سير تنعس واخا خويا عبد الغاني، واخا خويا عبد الغاني، غنسالي أخويا الخدمة ونمشي نعس أخويا عبد الغاني، الله يحفظك أخويا، شكرا شكرا بعدا كتخمم لي صحتي أخويا، شكرا بزاف، الله يحفظك خويا عبد الغاني، بارك الله فيك. إذا كيف ما كتشوفوا معنا هاد البحر اليوم، شوفوا يعني كاين تكسر ديال البحر بشكل كبير، هنا في هاد القنش هذا راه كيضرب واحد البحر خايب، هنا الضربة ديال البحر كيديرها، شوف 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 سيمو حركة أحسن منظر، شكرا خويا سيمو، وبالفعل وحق الله العظيم بغيت كتشم الريحة خويا سيمو، بغيت كتشم واحد الريحة سبحان الله العظيم، بصح خويا مكتوب خليفة، بالفعل خويا بالفعل، راه قال لك غادي تصور واحد المواج، شوف والله العظيم شي دابا شي كون كان عندي مثلا شي حاجة اللي كما كنقولوا شي كاميرا متقدمة مثلا كتشهد بها أنا من هنا، غادي نوريكم واحد المواج هنا كيكونوا كبار، عرفتي الموجة هنا كتكون كبيرة بحال هكا، راه مازال كتهرس، شوف 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 فين كتهرس، شوف 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 الموجة فين كتهرس، شوف الموجة فين كتهرس، راه مازال كتهرس، عرفتي هنا المواج كيدايرين ما شاء الله، شوف 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 خويا خالد عماد، ميرسي خويا، مرحبا خويا العزيز، مرحبا عديوي مصطفى، صباح النور خويا، صباح الخير خويا العزيز، ابراهيم بن تيو، سير تنعس اصاحبي، واخا خويا ابراهيم، واخا خويا ابراهيم، غنسالي الخدمه خويا ان شاء الله، كما قلت لخويا عبد الغني قلت ليه غير نسالي ان شاء الله ونمشي نعس، مرحبا، غنسالي اخويا نمشي نعس، كاين شي واحد كيبقى فايق اخويا، غنسالي الخدمه اخويا نمشي نعسو، دنا شوف هاد شرف، شرف الدين تبارك الله، شكرا خويا شرف الدين بالفعل تبارك الله، شو هاد ياسين بناني، قبل ما يدير ما يديروا هذاك الصور كنت كنوقف بالطوموبيل تما، جو زوين بالفعل خويا ياسين، ذكرتينا بايام الزمن الجميل، بحر العيالات وبحر الرجاله، وراك عاقل يا خويا على لابيسين برانسيبال اللي كان هنا، نص كوميرا كوميرا رويس، يعني هاد السميات هادو اللي كنا خويا بارودي، وسير تنعس دابا يخرج لك شي وحش، واخا خويا بارودي بارودي ريم، واش غنديرو اخويا، الله يحفظنا وصافي اخويا بارودي، شكرا اخويا حمادي عبيدي، صباح النور من دبي، صباح الخير خويا حميد، ادريس انطاكي، صباح الخير خويا العزيز طلال حمدي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خويا، لاباس عليك، كلشي بخير الحمد لله خويا طلال حمدي، بارك الله فيك خويا، صوفيا سمار، سبحان الله بالفعل اختي سبحان الله، شوفي سبحان الله، شو القوة ديال الله، شو القوة ديال الله سبحانه وتعالى، شوف شو حنا سبحان الله العظيم واحد المخلوقات اللي صغيرة في هذا الكون هذا سبحان الله العظيم، لاحظ يعني
بالمقارنه مع الجبال ومع البحر ومع الارض ومع السماء ومع النجوم ومع الكواكب. يعني شو حنا قداه صغيرين، ولكن شو سبحان الله العظيم، شو جماليه. الاسعد محمد ما شاء الله، شكرا خويا، شكرا خويا العزيز حمادي عبيدي، صباح النور من دبي، تحياتي لك اخي، تحياتي لك خويا حمادي عبيدي، تحياتنا للناس في دبي بالامارات الشقيقه. فريد الرجاوي تحياتي خوا، الله يعاونك مرضي، تحياتي لك من طنجه خوا. شكرا خويا فريد الرجاوي، تحياتنا لك خويا وتحياتنا الناس بطنجه العاليه. عبد الكريم امازال نهارك مبروك اخويا، تحياتي لك من طنطان خويا عبد الكريم امازال، كذلك كنحييوك من هنا خويا مدينه الدار البيضاء، وتحيه للناس ديال طنطان خويا عبد الكريم، تحياتنا لك. نجيم يحيوي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابو يوسف عندك يديو لك التليفون ولا لا؟ شوف خويا ابو يوسف، لا خويا شوف الحمد لله، عرفتي اللي كاين دابا انا الدنيا كلها كاميرات اخويا يوسف، يوسف خويا كاميرات معلقين اخويا، نشوف ما انت الدنيا كلها كاميرات يوسف خويا، شوف كلها كاميرات. عم سخوت الوالدين هو اللي غادي يجي هنا ويحاول يخون، مسخوت الوالدين اللي يجي هنا حدا المسجد حسن الثاني ويخون. مع قلت لك داكشي، داكشي هنا، كلشي كلشي هنا. الله يحفظك خويا العزيز، عا كنضحكوا خويا، الله يحفظك خويا ابو يوسف. رضا الحمدوني تحياتي من الزمامره، شكرا خويا رضا الحمدوني، تحياتنا للناس ديال الزمامره. نجيم يحياوي صافاق الحمد لله خويا. سيمو ابي الله يحفظك خويا، شكرا خويا سيمو العزيز. نجيم يحياوي احلى لايك خويا. أميرة أمي توحشنا البحر بالفعل، بالفعل البحر جميل والله العظيم. شوف 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 شوف، نخليكم مع الصوت شوية. شوف حسين بهيد صباح الخير خويا، صباح الخير خويا حسين المجنون، تلاح درع شويه ياك اخويا المجنون، ياك ياك اخويا باغي تصفى ليا. رضا الحمدوني تحيه طيبه من دكاله، تحياتنا ليك خويا العزيز، تحيه الناس ديال دكاله. رضا الحمدوني دكاله، دكاله ديما الحمد لله دكاله. ايوب ايوب السلام اخي، شكرا خويا العزيز عليكم السلام. الاسعد محمد سبحان الله، بالفعل اخي العزيز سبحان الله، ولله في خلقه شؤون. بوشعيب اميري دوز غدا الى اقامه الشباب، شوف الرصيف قرب مسجد بعين السبع والازقه المجاوره، ودير لينا شي روبورتاج راه شحال من مصلي تفزع في رجليه وبان. مرحبا خويا بشعيب عميري، بلاتي نعاود نقرا خويا باش ان شاء الله تنجي عندكم اخويا. دوز غدا الى اقامه الشباب، بلاتي قرب راسي قرب المسجد بعين السبع. اعطيني اخويا بشعيب، اعطيني اخويا عنوان يعني دقيق دابا، حيت ها هو كتقول لي مسجد بعين السبع اقامه الشباب. اعطيني اخويا اقامه الشباب فين جات اخويا، ومرحبا والف مرحبا. شوف حنا عين ديال المواطن وصوت دي ولسان وصوت ديال المواطن. مرحبا اخويا، اعطيني غير شي عنوان دقيق خويا بشعيب، كنعاود نقولها لك، اعطيني شي عنوان دقيق خويا بشعيب اميري، وانا كنوعدك انا نجي عندك حتى تما ان شاء الله، انا نجي عندك حتى لعين السبع خويا. مرحبا. اذا رشيد بن حمو تحياتي لك خويا العزيز، رشيد من تاونات، تحياتنا لك خويا رشيد، وتحياتنا للاهل ديالنا والاشقاء والاحباب ديالنا في تاونات. سيمو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوب أيوب تحياتي، تحياتنا لك أيوب أيوب. يوسف بن حمد تحياتنا من أكادير بصحة سحورك، شكرا خويا يوسف، تحياتنا لك والناس ديال أكادير بصحة السحور خويا العزيز.
صايب حطوشي، تحياتي من الريساني، تحياتنا لك خويا العزيز والناس ديال الريساني. طريق رمزي امتى العيد؟ على حسب المعلومة المؤكدة أو شبه مؤكدة فيوم السبت إن شاء الله. إذا رمضان بحول الله غادي يكمل يومه 30 يوم الجمعة. إذا عيد الفطر في المملكة المغربية سيكون يوم السبت بحول الله والله أعلم. طريق رمزي إمتى العيد؟ راه جاوبتك خويا عبد الخالق صالحي، تحية لك الأخ كريم معك عبد الخالق من سباتة. شكرا خويا عبد الخالق من سباته، تحياتنا ليك والناس ديال سباته، الناس ديال سباته، الناس العزاز. مصطفى عليوي حياك الله خويا، صباح الخير، عواش مبروكه. شكرا خويا مصطفى عليوي علينا وعليك، واش ما تمنيتي. توزري عبد الرحيم، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خدير بارساوي احلى لايك. طلال حمدي تحياتي لك خويا، الله ينورك خويا، شكرا خويا طلال حمدي، امين يا رب العالمين. خويا العزيز يوسف يحيى، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. واش مشيتي يوسف خويا؟ والله ما عرفتك شنو قلتي لي يا خويا، قلتي واش مشيتي؟ والله ما عرفت اخويا يوسف. عبد الكريم امازال وخيت بالناس كازا، تحياتنا لك خويا عبد الكريم، تحياتنا لك خويا، وشكرا خويا العزيز، شكرا عبد الكريم امازال. رضا الحمدوني تحيه من الزامر دكاله، شكرا خويا عزيز، تحيه للناس ديال دكاله. جوطان جيطان، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابو يوسف تحيه ديري خويا ابو يوسف، ياك اخوان انت اللي باغي تغرقني ابو يوسف، ياك انت داكشي اش كتضحك كتقول لي تلاح درع، واقيلا واش والله ما عقلت واش انت خويا ابو يوسف ولا ايكوما السولي. سير تنعس راه وليتي غا مرحبا مرحبا خويا العزيز، مرحبا مرحبا مرحبا، شكرا شكرا خويا السولي، شكرا شكرا خويا. المهم كنتعلموا شويه وصافي، الله يحفظك خويا. مكتوب خليفه، تقبل الله صلاتكم وصيامكم بمزيد من الاجر والثواب، شكرا خويا العزيز. مصطفى بن شلحه، عواش المبروكه، شكرا خويا العزيز علينا وعليك، باش ما تمنيت يا خويا. مكناسي اسماعيل، عواش مبروك، عيدكم مبارك سعيد، شكرا خويا العزيز. سلام خويا صافا بخير. محمد الحي الهياضري، عليكم السلام، شكرا خويا العزيز. ابراهيم بن تيو تحياتي خويا، شكرا خويا ابراهيم بن تيو. محمد لابوريبان، شكرا على هذا البث الحي، مرحبا خويا محمد. هادشي علاش كنقولوا لشي اخوان ديالنا اللي بعد خطرات كيبغوا يديروا شي تعاليق شويه سلبيه كتحاول انه يحبطونا، حنا ان شاء الله ما غنتحبطوش. شي اذا كانوا كما كيقول واحد المثل قال لك يعني كمشة ديال النحل احسن من شوالي ديال الدبان، وحق الله العظيم. شي الا كانوا عندك ناس زوينين بحال هكا، تعاليق اللي زوينه طيبه، فهذوك الناس اللي كيبغوا يحاولوا انهم يحبطوك ولا كيكونوا هما عدميين، بهذا المعنى كيكونوا عدميين، كيكونوا المهم شويه ماشي ناس عاديين، حيت الانسان العادي على الاقل على الاقل لما لقى ما يدير كيقلب ما كيتفرش. الانسان اللي هو سوي والانسان اللي بعقله شي ما عجبتوش حاجه ما كيتفرش، وكيمشي بحالاته وكيمشي يقلب على حاجه اخرى، حيت الانترنت فيها ما يدار، عطا الله ما يدار. ولكن ذاك الانسان اللي كيكون شويه ماشي هو هذاك ضروري كيبغي يبرزطك انت، ولكن حنا ما كنتبرزطوش. بارك على هاد الناس الزوينين والكلمات الطيبه، شكرا لكم بزاف وحق الله العظيم. شكرا خويا محمد لابوريبان، شكرا خويا العزيز. نور الدين نزهي، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فتيحه سلامات، تحياتي لك اخي كريم من سطات، شكرا اختي فتيحه سلامات، تحياتنا ليك وتحياتنا للناس ديال سطات عاصمه الشاويه. عبد الهادي بن فضول، تحياتي لك من رحامنا خويا، شكرا خويا عبد الهادي بن فضول، تحياتنا ليك وتحياتنا للناس ديال رحامنا الصخور السوداء. توزري عبد الرحيم، الله يخليك ديما ضاحك خويا توزري عبد الرحيم. صابر الدراوي تحياتنا من تونات، شكرا لك خويا صابر، وتحياتنا للناس ديال تونات. ايكوما
لقيتي رمضان القضيه بارده. ما عرفتش كش بغيت تقول اخويا. شوف ايكوما عسولي والله ما عرفتش كش باغي تقول والله ما عرفتش كش باغي تقول. بعدا وضح اش باغي تقول. لقيتي رمضان القضيه ما فهمتش ما فهمتش. المهم كنتمنى انا تفهمنا اش باغي تقول. عبد الهادي بن فطور منظر جميل شكرا. هادو هما اللي بغينا بحال هاد الناس اللي كيقول لك منظر جميل بحال هاد الناس. الله يخليهم لينا والله يخلينا لهم. هادشي اللي كاين واللي ما عجبوش الحال يبدل راه كاين عطى الله ما يدار. حسن حنيم تحياتي من الجديده شكرا لك خويا العزيز. ام السعديه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طلال حمدي تحياتي لك خويا الله ينورك. شكرا خويا طلال حمدي الله ينوره وينورنا وينور خويا العزيز. محمد الحيداري واش داك القهوه دوسو زانو واش خدامه. محمد الحيداري واش ديك القهوه. المهم والله ما عرفت اخويا حيداري. حاول اخويا تقول لي شنو بغيت تقول لي. الله يحفظك اخويا والله ما والله ما عرفت اخويا حيداري شنو بغيت تقول لي. شرف سعف سلام الشماعيه تحياتنا لكم ناس الشماعيه. مصطفى العليوي حياك الله خويا عواش مبروكه بالصحه والسلامه ورزق جديد يا ربي امين خويا مصطفى العليوي باش ما تمنيتي. حسن فكيهي تحيه حاره مدينه ناظور تحياتنا لك خويا حسن وتحياتنا للناس في ناظور. عبد الخالق الصالحي تحيه لك اخ كريم معك عبد الخالق من سباته شكرا لك خويا العزيز. عثمان زباع عليكم السلام ورحمه الله وبركاته خويا العزيز. كريمو الرجاوي السلام العزيز شكرا خويا كريمو الرجاوي تتعزيز خويا العزيز الله يحفظك. صلاح من القليعه تحياتنا لك خويا باكادير بالقليعه. طلعوا شي الله يمشهم. ابو ملاك وهيثم تحياتي خويا ديما حاضر شكرا خويا ابو ملاك وحيدر تحياتنا لك شكرا على الكلمه الطيبه. شي دوك العدميين واخا خويا مرحبا مرحبا. هاد خويا محمد حيداري تحياتنا لك من دمنات شكرا خويا العزيز. توزري عبد الرحيم ياك ما كاين باش خويا. تحياتنا خويا لطفي من ناظور. اذا غادي نحاولوا لاحظوا غادي نخليكم مع هاد الامواج وغادي نمشيو باش نتناولوا وجبه ديال السحور باش نجيو ان شاء الله نقلوا لكم وقائع اذان صلاه الفجر لليوم 28 من شهر رمضان ان شاء الله. خويا عبدو ريب كوغ معاك عبد الاله من فاس شكرا لك خويا العزيز. ميلانو سلام صافا خويا الحمد لله. تحياتنا لناجي الفاس خويا عبدو ريب صباح الخير خويا متفائل بالله. عبد الهادي بن فضول تحياتي لك خويا طالع الله يحفظك خويا العزيز. عبد الخالق الصالحي الله يحفظك العز ليك خويا شوف خويا العزيز. الهاريس احمد احلى قلب خويا العزيز. حسن حنين تحياتي من الجديده للكل شكرا خويا. اذا غادي نخليكم على هاد الاصوات ديال هاد الامواج صلاح واكس ديديكاس خويا من القليعه ديديكاس ليك خويا صلاح تحياتنا ليك خويا والناس ديال القليعه خويا. اذا على هاد الاجواء هادي غادي نخليكم ان شاء الله على امل لقائكم فيكم في بث مباشر اخر. بقاو معنا لاننا ان شاء الله سيروا تصحروا ورجعوا معنا ان شاء الله للمباشر اللي غادي نقلوا من خلاله وقائع اذان صلاه الفجر لليوم 28 ان شاء الله من شهر رمضان. اذا الى ذلكم الحين تقبلوا تحياتي. مصطفى القرناوي من هنا
من امام مسجد الحسن الثاني بمدينه الدار البيضاء، وعلى صوت هذه الامواج استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الى اللقاء.